طب هل كان هناك تفاوض مع لاعب نهضة بركان لابا. لابا كودجو؟ بص هو في اسماء مطروحه ومعروضه، لكن احنا عندنا 4 اجانب. تمام، بالظبط. هرجع اقول لك برضو قايمه بتاعه اتحاد الكوره، يعني هتمشيها ازاي السنه الجايه، زي السنه اللي فاتت، زي اللي قبلها، ولا في جديد ولا حاجه؟ ما هي الحاجات دي برضو طب فلوس انتوا مش يا كابتن اسلام. متوقعينها يا كابتن سيد؟ يعني انتوا مش عارفين ما ايه ينفعش اللي تتوقع هيحصل. حاجه في لائحه، صح دي لائحه، يعني ما ينفعش تقول انا اتوقع. ما ينفعش تجيب واحد وبعدين فجاه تلاقي حاجه تانية حصلت. طبعا ما ينفعش، فلازم يبقى قدامك ورق علشان ورقه تمشي عليه، تدرس الموضوع. ولكن لان بالفعل دي النادي فلوس الاهلي، يا كابتن اسلام، طبعا دي فلوس. بالفعل النادي الاهلي بدا التفاوض مع عدد من اللاعبين ولا لسه؟ لا طبعا في اطلاقا. رؤيه. ازاي بس؟